اليوم كنا كنتمنوا يكون الاحضار ديال المتهمين ويكون الملف جاهز. الملف تاخر 11/8 لاحضار المتهمين للجلسه وكذلك لتبليغ بعض الاساتذه اللي ما حضروش. يعني هو صعيب تبلغ العائلات بان 11/8 كتعرف انسان مخور، 11/8 جاتهم بحال نقولوا تاخر واحد العام. حنا كنهضروا بالمنطق، المنطق يعني التاخير ما كانش السبب ديالو، السبب ديالو هو اجراءات مسطريه اللي تقدمنا ملتبسات الافراج المؤقت غتلقى فيها المحكمه في اخر الجلسه. هو المساله اللي ارتكزنا عليها بحال هذا الملف تدازوا تقريبا هذه 15 يوم 20 يوم نفس المحاضر والناس تحالت الابتدائيه واكثريه تمتعوا بالبراءه، وكاين اللي تحكم بشهر كاين اللي بثلاث شهور. ملي كنرجعوا من الكبير للصغير ديال الدراري ما عندهم صوابق قضائيه ما كاينش حالات تلبس. حنا كنهضروا مع العائلات بصراحه، لو تبت على شي واحد من ولادهم واحد الفعل معين غنقول له ولدك راه مصور كيدير كيسرق، راه ولدك مصور داخل. هذه المساله ما لمسناهاش وكننقلوا عليهم بامانه، كنقول لهم وليداتكم ما كايناش وسائل اثبات ضدهم. حنا في غرفه الجنايات، حنا دابا ماشي في محكمه عاديه، غرفه الجنايات كتعتمد على وسائل الاثبات منتفيه في هذا الملف. حنا بيد ما يكون الملف جاهز عندنا واحد الامل انه يتمتعوا بالافراج المؤقت. وهذا الملف انا عندي واحد الرساله كنوجهها للمدير العام للامن الوطني، هما تنصبوا كمطالبين الحق المدني. فرق الجيش الملكي عارق، الناس ديال الرباط هادو عائلات كلها دراوش ما عندهم صوابق قضائيه، لا كان شي تنازل على المطالب المدنيه غيزيد الملف يولي فيه واحد الافراج، لان هذه العقوبه وهاد الشهور كافيه. لا كان دار شي واحد شي زله هاد 3 شهور ولا 4 شهور كافيه، لان تحرموا العائلات من العيد، الناس ما دوزاتش رمضان على خاطرها. يعني اللي معتقل راه هما العائلات، راه ماشي الناس اللي في السجن. دابا الدراري في السجن هما كيقول لك اطمئنوا لينا عائلاتنا. انا كنطلبوا يعني كيقول لك السجون عمرات، الناس داو من وجده، كاين اللي داو الناظور، كاين اللي داو يعني الحباسات عمرات. الافراج المؤقت يعطيو لهاد الناس الصراحه بضمانه ماليه ولا بالتدابير اللي بغاو ياخذوا ضمانات ديال العائلات ديالهم، وبقاو نجيو معاهم حنا تتبان تيبان شكون اللي دار شكون اللي ما دارش. لكن الاعتقال الاحتياطي هو تدبير استثنائي وما كيتفعلش الان في هاد الملف، خصو يتفعل وتعطى الناس الافراج المؤقت لانهم يستاهلوا. حنا ما كنهضروش بالعاطفه، الانتماء ديالنا لعقوب منصور للرباط فعلا، ولكن كنهضر معكم بالمنطق القانوني. الملف خالي من اي وسيله تدين هاد الناس هادو. حنا كنتمنوا السيد وكيل العام عطانا اشارات ايجابيه، الناس تشدوا تطلقوا خذوا البراءه، كنتمنى انه يستمر في هاد الاشارات الايجابيه ويمد المساعده لهاد الشباب، لانهم هاد الشباب راه من خيرات ديال الشباب ديال المغرب. الحبس ما عمرو غيعطينا شي حاجه. الناس في دول اخرى كاينه تدابير من غير السجون، الناس يعني هادو عادي من الصوابق القضائيه. كنتمنى انهم تعطاهم الافراج المؤقت. وشكون البارح كانت مقابله ديال المنتخب ديال النسوي ديال المغرب، شكون اللي كان كيشجع؟ راه كانوا الجمهور ديال الجيش واللاعبات ديال الجيش. على الاقل هادو يكونوا من بين الضمانات اللي تعطى لهاد الناس، وكنتمنى التوفيق. وبالنسبه للسبب ديال التاخير ماشي من 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 جهه الاساتذه اللي ما حضروش، كاين اسباب عدم الاحضار. كنتمنى ان المحكمه تعطينا واحد الجلسه خاصه باش يدخلوا العائلات، لانه بقاو على برا محروقين. خصها تعطينا قاعه كبيره ويوم خاص باش هذا الملف يتعطى له حقه.